كل المشاريع اللي بغينا مشروع شنو كيطلب لينا بلا ما تصفيتو هما خليهم هما يجيبو نعم خطه تصطيب مزيان نعم نعم مؤهلات اها خصنا مؤهلات راس المال احسنتي راس المال الو التلميذ اشنو هو راس المال ديالو العقل ديالو العقل ديالو هو اللي تيخدمو هو اللي تيتلقى به المعلومه هو اللي تيبقى تافيغ المعلومه تيخدم منها تيعاود يركبها تيحلل تيلاحظ تي ها وتيطور مهارات تيدخل واحد المواد معلومات ومن بعد كيولي حتى المهارات كاين شي سر السر هو شحال ما عطيتي في الحاجه شحال كتاخذ منها مباشره عندك واحد لا سيري ديكزارسيس درتي 10 ديكزارسيس بالنسبه للسؤال كتجي عليك البروبابيتي ديال 100% باش تلقى الحل واحد 9 ديكزارسيس هادو 90% نقاط القوة نقدروا نصنفوهم بجوج المحاور يعني على المستوى الشخصي ديالي كيفاش انا داير واش انا انسان متواصل واش انا انسان جريء واش انا انسان عندي سهوله في التعبير منظم عندي ملاحظه قوي انا غير ذاك يعني داكشي اللي متعلق بالشخصيه ديالي ثم كنشوف على مستوى الدراسه ديالي اشنو هما المواد اللي انا نتمكن منهم وعندي كنلقى فيهم متعه ونقدر